بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم دكتور بسام الشراونة، استشاري أنف وأذن وحنجرة. وباء الكورونا حديث الساعة، وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي. ولأهمية هذا الموضوع، وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية، ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل. أثناء مرحلة تفشي المرض في الأردن وفي العالم، كان لوسائل الإعلام دور كبير، وكان هنالك إيجابيات وسلبيات لهذا الإعلام. عن هذا الموضوع يحدثنا الدكتور أسامة حمارني. مساء الخير جميعا. احنا اليوم بدنا نحكي عن تأثير وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أثناء جائحة الكورونا على مجتمعنا الأردني. بصراحة الآثار الإيجابية لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كانت واضحة جدا للجميع، وسهلت على الناس جميعا، ابتداء من إمكانية التواصل بين العائلات والاطمئنان على الأهل والأولاد والأقارب والجيران كانت سهلة، من ناحية إنها ساعدت الطلاب سواء في المدارس أو في الجامعات إنهم يواصلوا تعليمهم عبر منصات التعليم عن بعد. أي نعم ما كانت 100% الخدمة، لكن هذا لا شك إنه ساعد الطلاب والأساتذة إنهم يتواصلوا بين بعض وتستمر المرحلة التعليمية، وهذا ساعد على نفسيات يحسن نفسيات الطلاب والأهل بشكل عام. الإشي الثاني إنه ساعد ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرة إنهم يتواصلوا مع الناس ويوصلونهم المعلومة الصحيحة عبر محاضرات الافتراضية، عبر وسائل الإعلام المختلفة. وبالتالي هذا كمان سهل على الحكومات إنها تستعمل هذه المنصات إنها تتواصل مع الناس، توصلهم المعلومة الصحيحة، توصل لهم ما يلزم إنهم أثناء الحجر الصحي يقدروا يتواصلوا مع أقاربهم، يتواصلوا مع الخدمات الحكومية المتوفرة، يتواصلوا مع الناس اللي ممكن توصل لهم الأكل، اللي ممكن توصل لهم الخبز، الشغلات زي هاي. وهذا كثير ساعد، وهذه من الأثار الإيجابية اللي إحنا لاحظناها من وسائل التواصل الاجتماعي على مجتمعنا. من الأثار السلبية واللي كانت واضحة جدا للناس، اللي هي إنه هذه الوسائل كانت منبر للإشاعات، وهذا أخذ وقت طويل من الحكومات وجهد إنها تحاول تنفي هذه الإشاعات وتفندها. الإشي اللي واضح كان تماماً إنه برضو أخذت جهد من أصحاب الاختصاص إنهم يقدروا يوصلوا المعلومة الصحيحة ويقدروا يفندوا الإشاعات، خاصة إنه كان في كثير دراسات طلعت إنه هذه الجائحة والكورونا خطرة أو بتعمل هيك أو بتعمل هيك. هذا الإشي كان صعب على الشخص العادي إنه يستقصيه، فكانت كان في سهولة عن طريق تواصل مواقع التواصل الاجتماعي إنه الناس توصل رسالة كويسة عبر أصحاب الاختصاص للمجتمع إنه هذه هي الدراسات الصحيحة وهذا اللي إحنا بدنا نوصله للناس ونستخدمه. إحنا أثناء هذا الحجر وأثناء هذه الجائحة بدنا نتمنى على الجميع إنه يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام بالشكل السليم. بدنا نحاول نبعد عن الإشاعات، نحاول نستفيد من المعلومة اللي بتوصلنا ونتقصى الحقائق والمعلومة الصحيحة، وبرضه بدنا نحاول نبعد عن الاستعمال الخاطئ لهذه المنصات، نحاول نرجع للمشي، نرجع للاستعمال السليم للسيارات والتنقل، وبرضه نقدر نشتغل عن بعد، نساعد الموظفين، نساعد أصحاب العمل إنهم يمشوا أشغالهم. وبنتمنى للجميع السلامة وخلينا في البيت.